بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية، معكم المعيدة هاجر فؤاد، هشتغل معاكم بإذن الله سيكشن مادة الفاينانشال أكاونتينج، المحاسبة المالية، جزء الأستاذ الدكتور محمد الجبالي والدكتورة هاجر عبد الرحمن لجميع الجروبات. أهلا بيكم يا شباب في سيكشن النهاردة اللي هنحل فيه إن شاء الله على شابتر 2 ذا ريكوردينج بروسيس. طبعا يا شباب انتوا أخدتوا في المحاضرات شابتر 2 وخلصتوه، وهو باختصار بيتكلم عندي على طبيعة كل حساب، وهل هو ديبت ولا كريدت، وامتى يزيد وامتى يقل، وامتى يجي ديبت وامتى يجي كريدت. وبعد كده الشابتر بيتكلم على الريكوردينج بروسيس اللي هي تسجيل العمليات اللي بتحصل عندي عن طريق خطوات معينة، وهي ان انا بشوف العملية دي بتأثر لي على انهي حساب عندي، وبعد كده بسجلها في شكل جورنال انتريز او قيود يومية، وبعد كده بعمل تي اكاونت لكل حساب واشوف كل حساب زاد كام مرة وقل كام مرة وايه اللي اتبقى في الحساب، والبالانس اللي اتبقى ده انا برحله بعد كده على الترايل بالانس او ميزان المراجعة. ده كده باختصار شابتر 2، وهنشوف بنعمل كل الخطوات دي ازاي واحنا بنحل مع بعض ان شاء الله على مدار الفيديوهات. وهنبدأ مع بعض اول سيكشن على شابتر 2 ذا ريكوردينج بروسيس، وهنحل اسئلة تشويس ومسائل من الكتاب. نبدأ مع بعض بالتشويس. بيقول لي هنا عندي أول سؤال ديبتس ومديني اختيارات، ديبتس ومديني اختيارات. طبعا يا شباب احنا أخدنا في شابتر 2 إن احنا بنسجل العمليات عندي بنظام القيد المزدوج أو الدبل انتري سيستم، يعني أنا بيبقى في عندي طرف ديبت مدين وطرف كريدت دائن. وهنا بيقول لي ديبتس يعني امتى الحساب بيجي ديبت. طيب امتى بيجي ديبت؟ ده بيتوقف عندي على طبيعة كل حساب. لو الحساب عندي طبيعته ديبت يبقى لما بيزيد بيجي زي طبيعته ويبقى ديبت، ولما بيقل بيجي عكس طبيعته ويبقى كريدت. وده عندي امثله زيها زي الاسيتس والدروينجز والاكسبنسز اللي هي الاصول والمسحوبات والمصروفات. ولو طبيعه الحساب عندي كريدت يبقى لما يزيد بيجي زي طبيعته ويبقى كريدت، ولما يقل يجي عكس طبيعته ويبقى ديبت. وده زي اللايبيليتيز والكابيتال والريفينيوز اللي هي ديون والالتزامات، او الالتزامات عندي وراس المال والايرادات. فهنا في الاختيارات عندي بيقول لي ايه increase both assets and liabilities. طيب الاسيتس اما بتزيد بتيجي زي طبيعتها ديبت، تمام، ولكن الليابيليتيز اما بتزيد بتيجي زي طبيعتها كريدت، يبقى ايه ده غلط. طيب بي بيقول لي decrease both assets and liabilities. طيب هي الاسيتس عندي اما بتقل بتيجي كريدت، وعندي الليابيليتيز لما بتقل بتيجي ديبت، تمام، بس الجزء الاولاني كده غلط، يبقى بي دي غلط. طيب سي عندي بيقول لي increase assets and decrease liabilities. الاسيتس لما بتزيد بتيجي ديبت، صح، وكمان برضو الليابيليتيز لما بتقل بتيجي عكس طبيعتها وتبقى ديبت، صح. يبقى عندي الاختيار هيبقى سي. تعالوا نشوف برضو دي بيقول لي ايه decrease assets. لا، الاسيتس لما بتقل بتيجي عكس طبيعتها وتبقى كريدت. increase liabilities، لا، الليابيليتيز لما بتزيد بتيجي زي طبيعتها وتبقى كريدت، يبقى دي برضو غلط، يبقى الاختيار عندي هيبقى سي. السؤال عندي رقم 2 بيقول لي a revenue account. بيقول لي هنا عندي حساب الايرادات، ده عندي ايه؟ طيب هو حساب الايراد ده عندي بيبقى طبيعته كريدت، يبقى لما بيزيد بيبقى كريدت ولما بيقل بيبقى ديبت. تعالوا نشوف هنا انهي من الاختيارات اللي بيقول كده. ايه بيقول لي increase by debits، لا، هو الايراد لما بيزيد بيجي كريدت. بعد كده decrease by credits، لا، هو لما بيقل بيجي ديبت. has a normal balance of debit، لا، هو طبيعة الحساب عندي بيبقى كريدت والبالانس بتاعه بيبقى كريدت. طيب دي بيقول لي is increased by credit، صح، يبقى الحساب ده عندي لما بيزيد بيبقى بيجي كريدت، يبقى عندي الاختيار هيبقى دي. بعد كده عندي السؤال رقم 3 بيقول لي هنا accounts that normally have debit balance are. بيقول لي هنا ايه الحسابات اللي هي بطبيعتها بتبقى debit. طيب احنا لسه قايلينهم وتعالوا نفتكرهم مع بعض بالaccounting equation. ده البيزك فورم بتاع الaccounting equation اللي هو عندي بيقول لي assets equal liabilities plus owners equity. وبعد كده عندي الاكسباندد ايكويشن او اللي هي الايكويشن بس بطريقه مفصله، وهي ان انا بحط الاونرز ايكويتي بالتغيرات اللي بتحصل عليها او مكونات الاونرز ايكويتي اللي هي بتبقى الكابيتال ماينس الدروينج بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز. يبقى هنا عندي الاكسباندد اكاونتنج ايكويشن، المعادله المحاسبيه عندي بالتفصيل بتبقى اسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس اونرز كابيتال ماينس اونرز دروينجز بلس الريفينيوز ماينس الاكسبنسز.
دي كده الكومبوننت عندي بتاعة الاونرز ايكوتي، وده اللي احنا اخدناه بالتفصيل في شابتر 1، ودي طريقة حساب الاونرز ايكوتي. تعالوا نشوف بقى طبيعة كل حساب، ولما بيزيد بيجي ديبت ولا كريدت، ولما بيقل بيجي ديبت ولا كريدت. نيجي للاسيتس، عندي دي طبيعتها ديبت، يبقى لما بتزيد تيجي ديبت ولما تقل تيجي كريدت. اللايبيليتيز عندي طبيعتها كريدت، تزيد تيجي كريدت، تقل تيجي عكس طبيعتها وتبقى ديبت. طيب الاونرز كابيتال دي طبيعتها كريدت، يبقى لما تزيد تيجي زي طبيعتها وتبقى كريدت، ولما تقل تيجي عكس طبيعتها وتبقى ديبت. الدروينجز دي طبيعتها عندي ديبت، يبقى لما تزيد تيجي زي طبيعتها ديبت، ولما تقل تيجي عكس طبيعتها وتبقى كريدت. ايه الريفينيوز عندي طبيعتها كريدت، يبقى لما تزيد تيجي ديبت تيجي كريدت، ولما تقل تيجي عكس طبيعتها وتبقى ديبت. والاكسبنسز عندي طبيعتها ديبت، تزيد تيجي ديبت، ولما تقل عندي بتيجي كريدت. يبقى عندي هنا السؤال اللي هنا بيقول لي انهي هنا اللي طبيعتهم بتبقى ديبت، اللي طبيعته ديبت هي الاسيتس والدروينج والاكسبنس. تعالوا نشوف بقى هنا مين في الاختيار، مين هنا في الاختياري بيقول لي كده. الاختياري هنا عندي بيقول لي يبقى هنا هيبقى دي اللي هو عندي الاسيتس طبيعتها ديبت والدروينج طبيعتها ديبت والاكسبنس طبيعتها ديبت، يبقى الاختيار بتاع 3 هيبقى دي. طيب تعالوا كده نشوف بقى الاختيارات. الاسيتس طبيعتها ديبت، الاكسبنس طبيعته ديبت، الريفينيو لا طبيعته كريدت. طيب الاسيتس طبيعته ديبت، الاكسبنس طبيعته ديبت، الكابيتال لا طبيعته كريدت، الاسيتس طبيعتها ديبت، والليابيليتيز لا طبيعتها كريدت، والدروينج طبيعتها ديبت. طيب الاسيت والدروينج والاكسبنسز هنا عندي طبيعتهم ديبت، يبقى الاختيار عندي هيبقى دي. السؤال رقم 4 بيقول لي the expanded accounting equation is. طيب احنا قلنا expanded accounting equation اهي لسه واخدينها، اللي هي الاسيتس بلس الاسيتس بتساوي عندي الليابيليتيز بلس الكابيتال ماينس الدروينج بلس الريفينيوز ماينس الاكسبنس، اللي هو عندي هيبقى الاختيار دي. بعد كده السؤال عندي رقم 5 بيقول لي which of the following is not part of the recording process، يعني بيقول لي هنا انهي من الاختيارات دي مش من ضمن ال recording process اللي هي عملية التسجيل. طيب ال recording process عندي يا شباب فيها 3 خطوات رئيسية، وهي رقم 1 analyzing transactions اللي هي ان انا بحلل العمليات او المعاملات اللي عندي، ودي اللي احنا اخدناها بالتفصيل في شابتر 1 في الاكاونتنج ايكويشن، وبنشوف كل ترانزاكشن هتأثر على انهي حساب في الاكاونتنج ايكويشن وايه اللي هيزيد وايه اللي هيقل. طيب الخطوة رقم 2 اللي هي الجورنالايزنج، وهي ان انا بسجل القيود دي عندي بنظام القيد المزدوج طرف ديبت وطرف كريدت، وده بيبقى على حسب طبيعة كل حساب وهل هو زاد ولا قل. وبعد كده عندي الخطوة رقم 3 اللي هي بوستنج تو ليدجر، وهي ان انا بعمل دفتر استاذ او تي اكاونت لكل حساب عندي، وبشوف جه كام مرة ديبت وجه كام مرة كريدت واصفيهم من بعض واطلع الرصيد النهائي. طيب تعالوا بقى هنا نشوف الاختيار اللي عندي ايه. analyzing transaction معانا، preparing an income statement لا مش معانا، يبقى هنا الاختيار هيبقى B. طيب وال entering transactions in a journal، يعني بعمل journal entries معانا، وال posting to ledger معانا، يبقى ال transaction معانا وال journal entries معانا وال T account and posting to ledger معانا، يبقى اللي مش معانا هي preparing an income statement اللي هي B. وده يا شباب حل الاختياري عندي اللي احنا حليناه مع بعض دلوقتي. نبدأ مع بعض حل المسائل، نبدأ بـ exercise 2 عندكم في الكتاب page number 35. بيقول لي هنا في المسألة the following information relates to Yanqing Real Estate Agency. October 1 Yanqing begins business as a real estate agent with a cash investment of 17,000. October 2 hires an administrative assistant. October 3 purchases supplies for 1,900 on account. October 6 sells a course and load for C course. Bills C course 3,800 for realty service performed. October 27 pays 1,300 on the balance related to transaction of October 3. October 30 pays the administrative assistant 2,500 in salary for October. Instructions prepare the debit and credit analysis for each transaction as illustrated in the textbook. يعني هنا يا شباب بيقول لي باختصار كده في المسألة ان دي عند شركة عقارات وحصل فيها بعض العمليات خلال شهر اكتوبر،
ومطلوب مني إن أنا أسجل القيود الخاصة بالعمليات دي. تعالوا نشوف أول ترانزاكشن حصلت، اللي هي حصلت في 1 أكتوبر. بيقولي هنا إن الشخص ده استثمر 17,000 جنيه في شركة العقارات دي، وحط 17,000 كاش. يبقى كده عندي الكاش بتاع الشركة زاد، والكاش ده أصل وطبيعته ديبت، يبقى لما يزيد يجي ديبت، وفي نفس الوقت برضو رأس مال الشركة زاد وده طبيعته كريدت، يبقى لما بيزيد بيجي كريدت، يبقى القيد هيبقى من الكاش للكابيتال ب17,000. بعد كده عندي الترانزاكشن اللي هي حصلت في 2 أكتوبر، بيقول لي إن هو عندي عين مساعد إداري. عين ده يعني لسه ما فيش أي فلوس ولا في أي حاجة خالص على الحساب، لا عندي حساب زاد ولا حساب قل ولا في أي تعاملات، يعني ما فيش ترانزاكشن. طالما ما فيش ترانزاكشن حصلت يبقى عندي ما فيش قيد هيحصل، يبقى عندي هنا هيبقى نو انتري لأن ما فيش ترانزاكشن. بعد كده عندي في 3 أكتوبر بيقول لي إن هو اشترى سبلايز اللي هي أدوات خاصة بالشركة ب1900 جنيه اون أكاونت، يعني على الحساب، يعني ما دفعش كاش، يعني هو اشترى السبلايز دي وبقى عليه فلوس ما دفعش حاجة كاش. يبقى ده كده التزام وهيبقى يسدده بعدين. يبقى كده عندي السبلايز زادت لأن دي أصل وزاد وطبيعته ديبت، يبقى لما يزيد بيجي ديبت ب1900، وفي نفس الوقت اللايبيليتيز أو الالتزامات اللي عليه أو الفلوس اللي عليه اللي هي هتبقى الأكاونتس بيبل زادت، ودي طبيعتها كريدت، يبقى لما بتزيد بتيجي كريدت، يبقى من السبلايز للأكاونتس بيبل ب1900. بعد كده عندي في 6 أكتوبر، في 6 أكتوبر بيقول لي هنا إن هو باع بيت وقطعة أرض لشركة تانية، يعني هو قدم لها خدمة عقارية أو خدمة سمسرة لأن ده أصلا أساس النشاط بتاعة الشركة دي، وطلع فاتورة بكام؟ ب3,800 جنيه. إذا هو قدم خدمة عقارية للعميل ده وطلع له فاتورة، لكن لسه ما استلمش كاش نظير الخدمة دي، يبقى هو كده ليه فلوس بره. ليه فلوس بره يعني accounts receivable، لو هو عليه فلوس يبقى accounts payable ويبقى التزام، لكن هنا دلوقتي في الحالة دي هو اللي ليه فلوس بره، يبقى اللي هي الاكونت ريسيفابل، وده اصل. الاكونت ريسيفابل ده اصل، ولما يزيد بيجي زي طبيعته يبقى ديبت، وفي نفس الوقت الايراد زاد لان دي فلوس ليه بره نظير الخدمه اللي هو قدمها، يبقى الريفينيو هيزيد ويجي زي طبيعته كريدت، يبقى من الاكونت ريسيفابل ديبت للريفينيو ب3,800. نيجي بعد كده للترانزاكشن اللي حصلت في 27 أكتوبر، بيقول لي إن هو دفع الحساب أو صف الحساب اللي كان في الترانزاكشن اللي هي اللي حصلت في 3 أكتوبر. طب عايزين نعرف إيه اللي حصل في 3 أكتوبر؟ في 3 أكتوبر هو اشترى سبلايز على الحساب، جه بقى في 27 أكتوبر عايز يسدد الالتزامات دي، هو كان عليه فلوس ب1900، لما جه اشترى ستابلايز على الحساب في 3 أكتوبر، جه عندي هنا في 27 أكتوبر قال إن هو هيسدد الالتزام ده وهيدفع الفلوس اللي هي كانت عليه. طيب الأكاونتس بيبل دي liabilities وهتقل لأن هو هيسددها، يبقى بتيجي عكس طبيعتها وتيجي ديبت ب1300 جنيه، وفي نفس الوقت هو هيسددها كاش، يبقى عندي الكاش هيقل وهيجي عكس طبيعته ويبقى كريدت ب1300. بعد كده عندي الترانزاكشن اللي حصلت في 30 أكتوبر، بيقول لي إن هو هنا دفع مرتب للمساعد الإداري ب2500 دولار. هنا بقى في الحالة دي حصل عندي ترانزاكشن، يبقى هنا في قيد هيتعمل، لكن ساعة التعيين اللي هو كان في 2 أكتوبر ما كانش في ترانزاكشن حصلت ولا في أي تغيرات في الحسابات اللي عندي، وبالتالي أنا ما عملتش قيد، لكن هنا في 30 أكتوبر في ترانزاكشن حصلت، وهو دلوقتي خلاص هيدفع المرتب للمساعد ده او للاسيستنت ده. طيب المرتب ده بيبقى مصروف اسمه salaries and wages expense، اللي هو المصروف الخاص بالاجور والمرتبات، والمصروف ده طبيعته بتبقى ديبت، يبقى لما يزيد بيجي ديبت زي طبيعته، وفي نفس الوقت هو بيدفع المصروف ده او المصروفات دي في صورة كاش، يبقى الكاش هيقل ويجي كريدت، يبقى ديبت سالاريز اند ويجز اكسبنس وكريدت الكاش ب2500. ده كده يا شباب الحل الاكسرسايز 2، انتهينا منه، نبتدي مع بعض باكسرسايز 7 عندكم في الكتاب بيج نمبر 36.
بيقول لي هنا في الاكسرسايز ده اون ذا انتربرايزز هاد ذا فولوينج سيلكتد ترانزاكشنز. ترانزاكشن نمبر 1 بو هوليداي انفستد 40,000 كاش ان ذا بيزنس. ترانزاكشن نمبر 2 بيد اوفيس رنت اوف 8,400. ترانزاكشن نمبر 3 بيرفورمد كونسلتنج سيرفيس اند بيلد ا كلاينت 52,000. ترانزاكشن نمبر 4 بو هوليداي وذرو 7,500 كاش فور بيرسونال يوز. انستراكشنز indicate the effect each transaction has on the accounting equation. Assets equal liabilities plus owner's equity using plus and minus signs. B journalize each transaction. هنا يا شباب باختصار في الاكسرسايز ده مديني بعض الترانزاكشنز اللي حصلت وبيقول لي ان انا اشوف تأثير كل معاملة من دول على الاكاونتنج ايكويشن، يعني اشوف الحساب اللي زاد والحساب اللي قل واستخدم الاشارات الموجب والسالب في التعبير عن الزيادة والنقصان. وبيقول لي كمان ان انا اسجل القيود الخاصه بالترانزاكشنز دي. اول ترانزاكشن هنا بيقول لي ان الشخص ده استثمر 40,000 كاش، يبقى كده عندي كاش الشركه زاد وراس المال الاونر زاد ب 40,000. طيب تعالوا نشوف التاثير ده على الاكاونتنج ايكويشن. الاكاونتنج ايكويشن بتقول assets equal liabilities plus owners equity. طيب واخدنا في شابتر 1 ازاي احسب الاونرز ايكويتي، وقلتها لكم في الاكسباندد اكاونتنج ايكويشن اللي هي الكومبوننت او التاثيرات على الاونرز ايكويتي اللي هي بتبقى الكابيتال ماينس دروينج بلس الريفينيو ماينس الاكسبنس. يبقى انا هنا عندي الكابيتال بيزود الاونرز ايكويتي، والدروينج اللي هي المسحوبات بتقلل الاونرز ايكويتي، والريفينيو اللي هي الايرادات بتزود الاونرز ايكويتي، والاكسبنسز اللي هي المصروفات بتقلل الاونرز ايكويتي. طيب هو هنا دلوقتي استثمر 40,000 كاش، طيب يبقى الكاش ده هيزيد وده اصل، يبقى عندي الاسيتس هتبقى هتزيد والكاش عندي هيزيد ب 40,000، وكمان الكابيتال هيزيد ويزود الاونرز ايكويتي، يبقى الاونرز ايكويتي هتزيد وهيبقى القيد من الكاش للكابيتال ب 40,000. طيب بعد كده عندي في تاني ترانزاكشن بيقول لي هنا ان هو دفع ايجار للمكتب ب 8,400. طيب يبقى ده كده مصروف مصروف وزاد، يبقى يجي زي طبيعته يبقى ديبت، والدفع يبقى كمان الكاش هيقل ويجي كريدت، يبقى القيد هيبقى من الرنت اكسبنس ديبت للكاش كريدت ب 8,400. طيب المصروف ده قلنا ان هو بينقص عندي الاونرز ايكويتي، يبقى الاونرز ايكويتي هتقل، وفي نفس الوقت المصروف ده الدفع كاش يعني الكاش قل وده اصل وقل، يبقى الاسيتس هتقل هي كمان. طيب بعد كده عندي في تالت ترانزاكشن بيقول لي ان هو قدم خدمات استشارية وادى فاتورة للعميل ب 52,000. طيب هو دلوقتي قدم خدمة وطلع فاتورة نظير الخدمة دي، يعني هو دلوقتي لسه ليه فلوس بره. طيب ليه فلوس بره اللي هي بتبقى بنسميها الاكونتس ريسيفابل. الاكونتس ريسيفابل دي اصل وزاد، يبقى ديبت بكام؟ ب 52,000، والايراد هيزيد كمان لان هو قدم الخدمة ولسه هيبقى يحصل الفلوس بعدين، يبقى الريفينيو كريدت ب 52,000. طيب الاكونت ريسيفابل دي قلنا ان هي اصل وزاد، يبقى عندي الاسيتس هتزيد وفي نفس الوقت عندي الريفينيو زاد، وده بيزود لي الاونرز ايكويتي، يبقى الاونرز ايكويتي هتزيد. طيب بعد كده الترانزاكشن رقم 4 بيقول لي ان الشخص ده سحب لحسابه الشخصي $7,500 كاش لاستخدامه الشخصي. طيب المسحوبات دي احنا عندنا بنسميها withdrawals او withdrawing، ودي طبيعتها بتبقى ديبت، وزادت يبقى هتيجي ديبت ب 7,500. طيب المسحوبات دي زي ما اتفقنا قبل كده ان هي بتنقص الاونرز ايكويتي، طيب يبقى الاونرز ايكويتي هتقل. طب هو سحبها في صورة ايه؟ في صورة نقدية، في صورة كاش، يبقى الكاش قل وهيجي كريدت ب 7,500، يبقى الاصول كمان هتقل بكام؟ ب 7,500، والاسيتس هيقل. ده كده يا شباب حل اكسرسايز 7 في الكتاب. نبدأ مع بعض باكسرسايز 14 بيج نمبر 38. هنا في المسألة بيقول لي select transactions for Anne Ling during its first months in business are presented below.
September 1 invested 10,000 cash in the business. September 5 purchased equipment for 14,000, paying 4,000 in cash and the balance on account. September 25 paid 3,000 cash on balance owed for equipment. September 30 withdrew 900 cash for personal use. Linked chart of account shows 101 cash, number 157 equipment, number 201 accounts payable, number 301 owner's capital, and number 306 owner's drawing. Instructions, journalize the transactions on page J1 of journal. Post the transaction using the standard accounting form. يعني هنا باختصار في الاكسرسايز ده بيقول لي ان حصل بعض الترانزاكشنز خلال شهر سبتمبر، والمطلوب ان انا اسجل الجورنال انتريز الخاصه بالترانزاكشنز دي وارحل الى دفتر الاستاذ، يعني اعمل ليدجر او تي اكاونت لكل حساب. وهنا السطرين دول معناهم ان هو مديني التشارت اوف اكاونت، يعني مديني عندي رقم لكل حساب عشان اشير لكل حساب بالرقم الخاص بيه. لو انا يعني لما اجي اذكر حساب معين مثلا، او لما اجي اقول الكاش بقول مثلا ان هو رقمه 101، دي مش هنستفاد بيها قوي. يعني نبدأ بالمطلوب الاول اللي هو الجورنال انتريز. ده اول ترانزاكشن عندي حصلت. بيقول لي هنا في 1 سبتمبر ان الاونر او المالك ده استثمر 10,000 كاش، يبقى عندي الكاش هيزيد ب 10,000 والكابيتال هيزيد ب 10,000، يبقى ديبت كاش ب 10,000 وكريدت الكابيتال ب 10,000. بعد كده عندي في 5 سبتمبر بيقول لي ان هو اشترى آلة ب 14,000 ودفع 4,000 كاش والباقي على الحساب. طيب يبقى دلوقتي الآلة هتزيد بقيمتها اللي هي ب 14,000، وده أصل وزاد، يبقى بيجي ديبت ب 14,000. طيب هو دلوقتي دفع 4,000 كاش، طيب يبقى هنا عندي الكاش هيقل، يبقى هيجي كريدت عكس طبيعته، يبقى كريدت الكاش ب 4,000 والباقي اللي هو عندي ال 14 ناقص ال 4 دي كده الفلوس اللي هي على الحساب. يبقى هو اشترى آلة قيمتها ب 14,000 وده أصل وزاد ديبت، دفع من ال 14,000 دي 4,000 كاش، عشان كده الكاش قل وجه كريدت ب 4,000 والباقي على الحساب اللي هو ال 14 ناقص ال 4 هيدينا 10,000 كريدت اللي هي accounts payable، لسه فلوس عليه بره خاصة بالآلة ب 10,000. بعد كده عندي في 25 سبتمبر بيقول ان هو دفع 3,000 كاش من الفلوس اللي كانت عليه لما جه اشترى الآلة. طيب هو لما جه اشترى الآلة في الأول كان عليه على الحساب كام؟ 10,000. دلوقتي هيجي في 25 سبتمبر هيسدد كام؟ هيسدد 3,000 من الفلوس اللي كانت عليه دي. طيب يبقى هنا الأكاونتس بيبل دي هتقل، الأكاونتس بيبل دي لايبيلتيز التزام وهيقل، يبقى يجي عكس طبيعته ديبت بكام؟ ب 3,000، وفي نفس الوقت هو هيسدد الالتزامات اللي عليه دي في صورة نقدية أو كاش، يبقى كمان الكاش هيقل وهيجي كريدت ب 3,000. بعد كده عندي في 30 سبتمبر بيقول لي ان هو سحب 900 دولار كاش، يبقى عندي هنا المسحوبات هتزيد اللي هي اسمها withdrawals او withdrawing، هتزيد ب 900 لان هي طبيعي وبتيجي ديبت لان هي طبيعتها ديبت، وفي نفس الوقت هو سحب في صورة نقدية، يبقى عندي الكاش هيقل وهيجي كريدت بكام؟ ب 900. نيجي بقى بعد كده للمطلوب اللي هو بي، اللي هو عندي بيقول لي عايزني اعمل بوستنج تو ليدجر، يعني عايزني اعمل التي اكاونت لكل حساب واشوف كل حساب جه كام مره ديبت وجه كام مره كريدت، وانا بعرف جه كام مره ديبت وكام مره كريدت من واقع الجورنال انتريز اللي انا عملتها واللي انا سجلتها، وبعد كده اشوف اتبقى رصيد كام في كل حساب من الحسابات دي واشوف الرصيد اللي اتبقى، وهو اسمه تي اكاونت علشان خاطر هو بياخد شكل حرف التي. ويفضل وانا بعمل التي اكاونت او الليدجر ده الخاص بالحسابات اللي عندي دي ان انا ابدا بالاسيتس الاول وبعد كده اللايبيليتيز وبعد كده مكونات الاونرز ايكويتي اللي هي الكابيتال والدروينج والريفينيو والاكسبنس. نبدا مع بعض بالتي اكاونت او الليدجر بتاع الكاش، عايزين نشوف جه كام مره ديبت وجه كام مره كريدت ونصفي ونطلع الرصيد النهائي. طيب هو جه مره اهو ديبت في 1 سبتمبر
ب 10,000، لما جه استثمر 10,000 كاش، يبقى جه ديبت اهو ب 10,000. بعد كده جه عندي ب 4,000 كريدت في 5 سبتمبر، لما جه اشترى آلة ودفع منها 4,000 كاش، يبقى هنا عندي جه كريدت ب 4,000. بعد كده جه كريدت ب 3,000، لما جه سدد الفلوس او جزء من الاكونتس بيبل اللي عليه، يبقى نحط هنا كريدت 3,000. وبعد كده جه كريدت تاني بكام الكاش؟ جه ب 900، لما جه سحب المسحوبات الخاصة بيه او كاش، يبقى كريدت ب 900. طيب انا دلوقتي كده خلاص شفت جه ديبت كام مرة وسجلت، وشفت جه كام كريدت كام مرة وسجلتها. طيب بعد كده بقى انا بقفل التي اكاونت بالرقم الكبير اللي هو اللي موجود في الطرف بتاع طبيعة الحساب. طيب ده كاش، طبيعته ايه؟ طبيعته ده اسيت وطبيعته ديبت. طيب طالما هو طبيعته ديبت، عايزين نشوف التوتال اللي موجود في طبيعة الحساب اللي هو 10,000، ده اللي انا بقفل بيه. يبقى بقفل بالتوتال اللي موجود في الجنب او الطرف بتاع طبيعة الحساب اللي هو هنا عندي ديبت لان هو اصل، يبقى بقفل بال10,000 وال10,000 كده خلاص قفلت التي اكاونت. والكريدت عندي ب 4,000 و 3,000 و 900، اللي هو هيديني 7,900. يبقى عندي حساب الكاش ده فيه ديبت ب 10,000 وفيه عندي كريدت بكام؟ بال 7,900. الفرق ما بينهم هيطلع لي 2,100. طيب ال 2,100 دول ديبت بالانس، لان انا اصلا طبيعة الحساب عندي ده ديبت، والديبت عندي اكبر من الكريدت وهو ديبت بالانس، يبقى انا بحطه في الجنب الكريدت علشان خاطر اوزن اوزن الطرفين الديبت والكريدت، وبقول ان هو ديبت بالانس وبرميه في الجانب الكريدت. طيب في ايه عندي هنا اصول تاني؟ عندي الاكويبمنت، هي جات مرة واحدة بس ديبت ب 14,000، يبقى نعمل تي اكاونت للاكويبمنت. جات ديبت ب 14,000 مرة واحدة، بقفل الحساب بالتوتال اللي هو موجود في طبيعة الحساب. طيب طبيعة الحساب ده أصل، يعني طبيعته ديبت، التوتال الموجود في الديبت هنا 14,000، يبقى 14,000 و 14,000 في الطرفين. وبعد كده يبقى ده عندي ديبت بالانس وارميه في الجانب الكريدت عشان اوزن الطرفين واقول ان هو ديبت بالانس. بعد كده خلصنا خلاص الاسيتس اللي عندي، عايزين نروح للليابيليتيز. عندي الاكونتس بيبل، عندي الاكونتس بيبل جات مره كريدت ب 10,000، عايزين برضو نشوف جات كام مره كريدت وجات كام مره ديبت. طيب الاكونتس بيبل اهي جات مره عندي في 5 سبتمبر ب 10,000 لما جه اشترى الآلة، وجات كمان عندي هنا اهي ب 3,000 ديبت لما جه سدد جزء من الاكونتس بيبل دي ب 3,000. يبقى هنا اهي جات كريدت مرة ب 10,000 وبعد كده جات مرة ديبت ب 3,000. طيب قلنا نقفل التي اكونت بالرقم الكبير اللي موجود في طبيعة الحساب. طيب طبيعة الحساب هنا accounts payable liabilities، يعني طبيعة الحساب عندي credit. طيب ايه هنا اللي موجود في الكريدت؟ التوتال اللي موجود في الكريدت هي 10,000، يبقى انا اقفل بال 10,000. طيب وعندي ديبت كام؟ ب 3,000. ال 10,000 ناقص ال 3,000 يدينا كام؟ 7,000. يبقى ده عندي كريدت بالانس وبرميها في الجانب الديبت او في الطرف الديبت علشان اوزن واقول ان هو كريدت بالانس. بعد كده عايز اعمل التي اكونت للكابيتال. الكابيتال هو جه مره واحده بس كريدت ب 10,000 لما جه استثمر في الاول خالص، يبقى بكتب 10,000 كريدت اهي. وبعد كده قلنا بنقفل بالتوتال الموجود في طبيعة الحساب اللي هو كريدت 10 و10، وهي كريدت بالانس، يبقى برميها في الجانب الديبت علشان اوزن واقول ان هي كريدت بالانس. بعد كده الوزدرولز، الوزدرولز او الوزدروينج دي جات مرة واحدة بس ديبت ب 900 اهي، جت مرة ديبت ب 900. بقفل الحساب بالتوتال اللي موجود في طبيعة الحساب، طبيعة الحساب هنا عندي ديبت ومفهوش غير رقم واحد اللي هو 900، يبقى بقفل 900 في الطرفين. وبعد كده دي ديبت بالانس برميها في الجانب الكريدت علشان خاطر اوزن وبقول ان هي ديبت بالانس. وبكده يا شباب نكون انتهينا من سيكشن النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا، شد حيلكم وذاكروا كويس، وحلوا المسائل اللي في الفيديو دي تاني، وفي مسائل تانية في الكتاب ممكن تحلوها assignment وتمرنوا نفسكم اكتر. وسكشن اللي جاي ان شاء الله هنكمل حل على شابتر 2، مسائل مجمعة فيها الجورنال انتريز والتي اكاونت والترايل بالانس ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.